أطفال يتعلمون في ظروف قاسية تحت الأشجار، بنين وبنات ودفاتر وأقلام وحقائب من خرق وسبورات من خشب نصبت إلى جذوع الأشجار، وإرادة هؤلاء الأطفال في التعليم أكبر من كل الظروف. نحن هنا في عزلة خنة بمديرية جبل راس بمحافظة الحديدة، أكثر من 20 قرية وخمس مدارس، ثلاث منها تحت الشجر، والرابعة خرابات من حجر، والخامسة قيد الإنشاء. يتساءل هؤلاء إن كانت هذه العزل ضمن خارطة الجمهورية. لا شيء سوى أحداق طفولة تتشبث بدفاترها مكدودة بالتحصيل العلمي، في أحداقها أسئلة دامية عن واقع بائس للتعليم تركهم النظام البائد عليه. مدارس أساسية وأخرى ابتدائية وثانوية ومدرسة للبنات يتحصلون التعليم على هذه الشاكلة البائسة. عزلة خنة شاهد إدانة على نظام ترك هؤلاء السكان يعيشون ما قبل الجمهورية ليقضي على مستقبل جيل يتطلع اليوم إلى حاضر لا يشبه ماض كبلهم فيه بالأمية والحرمان. عبد الحفيظ الحطامي لبرنامج أضواء سهيل، مديرية جبل راس، محافظة الحديدة.